لو عندك مناسبة وعايزة تخس بسرعة وزهقت من كل الوصفات بدون تعب بدون رياضة بدون رجيم، هتشوفوا معايا الكوباية ديت. الكوباية ديت هتخليك تخسي 12 كيلو في أسبوع. أيوة زي ما أنت سمعت كده، 12 كيلو في أسبوع. مستغربة ليه؟ عايزة تعرفي المكونات أو عايزة تعرفي الكوباية دي عملناها إزاي؟ يلا بينا حطي لايك وتعالوا يلا نشوف الوصفة عملناها إزاي. ودلوقتي يا جماعة هنشوف مع بعض الوصفة بتاعتنا. عايزاكم تكملوا الفيديو معايا للآخر علشان إن شاء الله في حاجات كتير ومعلومات كتير هتستفادوا منها بإذن الله هقول لكم عليها. تمام؟ مبدئيا كده انا معايا في الوصفه بتاعتي زي ما انتم شايفين هناخد ملو معلقه كده اهوت من الشاي الاخضر. تمام ده كده يا جماعه اهوت، هنكمل بس بقيه الكيس. لو عندنا كيس هناخد ايه ملو كيس، ما عندناش كيس وعندنا السايب هناخد ملو معلقه كبيره كده، يعني ملو معلقه العنا كده من الشاي الاخضر. تمام طيب هنشوف مع بعض دلوقتي تاني المكون. الوصفة يا جماعة دي وصفة كويسة جدا مجربة ومضمونة 100%، ان شاء الله هتجيب معاكي نتيجة ممتازة. تعالوا بقى كده نشوف المكون اللي بعد كده، ده الكمون. تمام يبقى انا معايا معلقة شاي اخضر ومعلقة كمون. الكمون ده هيعمل ايه؟ ده طبعا هيزود معاكي معدل الحرق، هينزل معاكي يعني هينضف معاكي القولون بمعنى اصح. مش عايزة انا اقولك بقى هينزل معاكي كذا وكذا، ده هينظف معاكي كل المشاكل الموجودة في القولون. الحاجات بقى المتخزنة بقالها فترة طويلة وما بتنزلش ومش عارف ايه، هتنظف معاكي القولون بمعنى اصح. هنعمل ايه بعد كده؟ بصوا بقى المكون بقى اللي هيزود معاكي معدل الحرق وهيحرق معاكي كل الدهون. بصوا بقى هنستخدم الليمون اللي انتوا شايفينه ده، هناخد الليمونة وهنقطعها قطع صغيرة كده اهو بالشكل ده كده. محدش يا جماعه يسرع الفيديو ولا حد يقول طب خلاص انا عرفت الوصفه، لا اعرف الوصفه صح علشان ان شاء الله تجيب معاكي نتيجه كويسه جدا. ده كده قطعنا الليمون اهوت بالشكل ده كده، نحط كل المكونات هنحطها كده في قلب الكوبايه بتاعتي. دلوقتي بقى هننزل عليها بالميه المغليه، لان طبعا يا جماعه الوصفه بتاعتي فيها كمون. الكمون الخشن افضل بكتير جدا جدا من الكمون الناعم. كمون الناعم ساعات بنجيبه بيبقى يعني على اضافات تانية فانا مش حباه يعني. فالمعنى الاصح علشان الوصفة تجيب معاكي نتيجة كويسة جدا، الافضل اللي انت تستخدمي فيها الكمون الخشن، ده هيبقى يعني نتيجته كويسة اوي. دلوقتي بقى هننزل عليها كده بكوباية مية مغلية، الماء اهوت المية المغلية. تمام طبعا انا قلت ايه الكمون انا مش حابه ان انا اغليه اهو، الافضل ان انا ايه انزل عليه بالميه المغليه وانقعه بالشكل ده كده. تعالوا بقى كده هنشوف دلوقتي هنحط برضو مكون تاني. المكون ده يا جماعه مكون كويس جدا جدا اهو. بصوا بقى ده يا جماعه الحبهان او الحبهيل زي ما انتم شايفين كده، هننزل عليهم بالثلاث حبات دهمت اهو وبرضو هنقلب اهو. بالشكل ده كده. وهنعمل ايه بقى؟ هنغطي الكوباية بتاعتنا برضو كده وهنسيبها بقى حوالي 5 دقايق او اكتر لغاية ما احس ان بدأت المكونات كلها كل العناصر وكل الفايدة اللي فيها تنزل، الكمون والشاي والحبهيل والليمون كل الحاجات دي تمتزج مع بعضها في الاخر هتدينا مكون كويس جدا، هيزود معانا معدل الحرق، هينزل معاكي كمية دهون كويسة جدا، كمية دهون رهيبة جدا جدا، يعني بمعنى اصح ان شاء الله جربوا الكوباية ديت لمدة اسبوع واحد بس وهتلاقي فيه فرق رهيب جدا. وانا عايزة اقول لكم يا بنات ان لازم توزني وزن الوزن بتاعك، اهم حاجة نوزن نفسنا قبل ما ناخد الوصفة، وبعد اسبوع لازم ان شاء الله كمان نوزن نفسنا علشان نشوف الفرق اللي ايه اللي احنا هنلاحظه. هنلاحظ فرق كبير جدا وان شاء الله هتشوفوا الوصفه وهتدعوا لي جربوها مش هتخسروا حاجه. تعالوا بقى كده يلا بعد كده ما ايه ما بردت معانا، بصوا هنعمل ايه بقى دلوقتي. تمام ده كده يا جماعه الكوبايه اهيت، حتى لو انتوا لاحظتوا معايا هتبصوا تلاقي اللون بتاع الكوبايه بدا يتغير اهو. بصوا
تعالوا بقى كده يلا نصفاها مع بعض. شايفين بقى؟ لو انتوا لاحظتوا معايا هتبصوا تلاقوا لون الوصفة يا جماعة بدأ ان هو يتغير بالشكل ده كده، تمام. يبقى انا كده الكوباية بتاعتي اصبحت جاهزة، كوباية بقى ان شاء الله مركزة وجميلة جدا. طيب هناخدها بقى كام مرة في اليوم؟ الكوباية دي يا جماعة ان شاء الله هناخدها مرتين في اليوم. اهم حاجة في الكوباية بتاعتي ان انا يعني هقوم الصبح كده اخدها على الريق، قبل ما اعمل اي حاجة هكون مجهزة الكوباية ديت، على ما اخلص اللي ورايا كده هكون ايه بردت معايا، هنبدأ ان احنا نشربها، تمام. دي يا جماعة لو احنا داومنا عليها بس اسبوع 10 ايام هنلاحظ في فرق رهيب جدا جدا في الوزن وفي المقاسات وفي كل حاجة، وكمان في الصحة. وهقول لكم على معلومة كويسة جدا، الناس يا جماعة اللي عايزة تخس بسرعة هقول لكم على معلومة كويسة، بس تابعوا معايا الفيديو للآخر، واللي محطش لايك يا جماعة يحط لايك للفيديو. تعالوا اقول لكم بقى الكوباية التانية هتتاخد امتى. احنا قلنا الكوباية الاولانية هتتاخد الصبح كده على الريق، الكوباية التانية هناخدها قبل وجبة الغداء، تمام. طب ليه هناخدها قبل وجبة الغداء؟ علشان تسد معايا الشهية، يعني مش هتسد معايا الشهية اول حاجة، لا هناكل بس هناكل بكميات يعني بسيطة جدا، بدل ما تبقى شهيتنا مفتوحة قوي على الاكل وناكل بكمية كبيرة طبعا ضرر على صحتنا، لا هناكل بكميات بسيطة جدا، تمام. يبقى انا كده عرفت الكوبايتين هيتاخدوا امتى. تعالوا بقى للكلام المهم جدا اللي احنا لازم نستفاد منه. الناس يا جماعة اللي هي بتأهمل في شرب المية، صدقوني عمرك ما هتعرفي تخسي الا اذا شربت مية كتير. حاولي ان انت تشربي مية كتير جدا جدا في اليوم. هقول لك تشربي كام لتر؟ اهم حاجه ما تقليش عن 3 لتر في اليوم ميه. قدرت تشرب 4 لتر ميه ده هيبقى كويس جدا. الميه بتعمل ايه؟ الميه يا جماعه بتزود معانا او بتساعد معانا في عمليه الحرق، بتخليكي تحرقي بسرعه، نزل معانا الدهون. كمان الميه لها فوائد كتير جدا، حلوه لبشرتنا وحلوه لشعرنا وحلوه كمان لجسمنا، يعني الميه عليها عامل كبير جدا جدا، تمام. يبقى احنا كده يا جماعه خلصنا الوصفه بتاعتنا، وده اهم وصفه لازم ناخد بالنا منها كويس جدا. لكن الفيديو بتاعنا النهارده اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشيروا الوصفه علشان ناس كتير تستفاد من وصفتنا النهارده. استنونا ان شاء الله في الوصفه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.